ويندرج تنظيم هذا اللقاء الذي ينظم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لإحياء يوم الشباب الإفريقي، والذي أوكلت مهمة الإشراف عليه للمجلس الأعلى للشباب ببلدية الجزائر، باعتباره الهيئة الدستورية الاستشارية التي تضم ممثلي عن الشباب والهيئات الرسمية، والذي يساهم في ترقية القيم الوطنية والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب، والذي أشكر بهذه المناسبة رئيسه السيد مصطفى حداوي على التنظيم المميز لهذه الفعالية وعلى دعوته لنا للمشاركة في هذا المنتدى، والذي يأتي كذلك في سياق الجهود المبذولة من طرف منظمة الاتحاد الإفريقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها من خلال إعدادها لخارطة طريق واضحة المعالم والمتمثلة في الأجندة الإفريقية 2063 الهادفة إلى بناء إفريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة يقودها مواطنوها وتشكل قوة ديناميكية على الساحة العالمية، بحيث يشكل الشعار الذي وضع لهذا الحدث أحد الأهداف المسطرة في هذه الأجندة والمتمثل في بلوغ طموح إفريقيا مزدهرة على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة، سيما من خلال ضمان التعليم الجيد للمواطنين وتعزيز ثورة المهارات بالعلم والتكنولوجيا والابتكار. كما تزامن هذا اللقاء مع الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية المجيدة، هذه الرمزية التي تعود بنا إلى البوادر الأولى لثورة الشعب الجزائري.